اختار الله أن يعلن عن كينونته باسم أو لقب أنا هو، وبالعبرية أنيهو أو أنوخيهو، ليكون معروفاً لكل الأجيال. فاستخدام الله لأنا هو في المرة الأولى كان في سفر التثنية. انظروا الآن، أنا هو وليس إله معي، أنا أميت وأحيي. أما عبارة أنا هو بصيغتها الأصلية في كتاب العهد القديم والتي كتبت بالعبرية أنيهو أو أنوخيهو، عندما كانت تستخدم كتعريف كانت خاصة بالرب إله إسرائيل، فهو الوحيد الذي كانت من فمه تنطق بهذا الاستخدام، لأن عبارة أنا هو تخصه وحده فقط. وهذا اللقب ظهر كتعريف بكتاب العهد القديم 9 مرات، وعادة كان يضاف له وصف فريد لكيان الله وقدرته بالحدث، مثلا اسمع لي يا يعقوب وإسرائيل الذي دعوته، أنا هو، أنا الأول وأنا الآخر، ويدي أسست الأرض ويميني نشرت السماوات.